جئنا إليك أبونا السماوي، عيوننا الشاخصة إليك. الله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب علشاني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر. لكونك انت يعني هالك تخلص بالتوبة بدم المسيح، ومحدش هيقدر يدخل السماء غير اللي اتمتع بالرحمة. تعال رنم مع بعض. تمر السنين وتفضل أمين يا رب وإله القدير والمعين، هو إله أمانة لا جور فيه. تعال نشكر الرب النهاردة على كل السنين اللي عدت، مش بس 2023 لكن كل السنين اللي عدت وهو كان معانا. أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. تعالوا نرنم مع بعض. الأمان
وقوة عونا في الضيقات وجدا شديدا. هو هيفضل معانا طول السنين، يا ملجأ يا قوة يا ستري يا ستر المنيع. تعالوا نرنم مع بعض الترنيمة اللي جاية، واحنا بنعلن شعبك يعلن بيك إيمانه ويتمسك بوعودك. انت رعينا وكل ملينا وبتغمرنا بجودك. عمانوئيل عمانوئيل الله. كل واحد النهاردة يقدر يقول الله معايا، اختبرته بصفة شخصية، الله معايا طول السنين اللي عدت، الله معايا في كل الأمور اللي عبرت بيا وعدت بيا، هو معايا وهيفضل معانا. يلا نرنم مع بعض. شعبك يعلن بيك إيمانه يتمسك بوعودك. انت رعينا وكل ملينا وبتغمرنا بجودك. شعبك يعلن، يلا رنم معانا، ويتمسك بوعودك. انت يا فدينا عمانوئيل عمانوئيل الله معانا. عمانوئيل عمانوئيل الله معانا. كلمة حقك بتعلمنا وسرك لرجلينا، روحك عزينا وينور عينينا. كلمة حقك بتعلمنا وسرك لينا، روحك فينا وبيعزينا وينور عينينا. عمانوئيل عمانوئيل الله معانا. أسمينا منقوشة على إيدك، واللي مس ولادك ربي ده بيمس عينه. شايفين على كفك أسمينا منقوشة على إيدك، واللي مس ولادك ده بيمس عينه، هو ده بيمس عينه. عمانوئيل عمانوئيل الله معانا. عمانوئيل عمانوئيل الله معانا. عمانوئيل الذي تفسيره الله
الله معنا. انت مصدق ان الله معك؟ مصدق؟ عندك يقين ان هو معك؟ إلهنا صالح طول الوقت هو معنا رغم كل الظروف الصعبة اللي حوالينا، وبفرض انها ايام صعبة والناس تعبانة ومضطربة، لكن انا عارف والرب شرحها ومسميها، مسميها زمان الغربة. انا هعمل كل اللي عليا، هثبت على موقفي ومكاني. يلا نقول مع بعض. وبفرض انها ايام صعبة والناس تعبانة ومضطربة، وبفرض انها ايام صعبة والناس تعبانة ومضطربة، انا عارف والرب شرحها ومسميها زمان القربة، وانا هعمل كل اللي عليا، اثبت على موقفي ومكاني، وهنوم ليلي بأغنية تعالي. يلا اسمعكم بصوت عالي، انا هعمل كل اللي عليا، انا هعمل كل اللي عليا، اثبت على موقفي ومكاني، وهنوم صفي. الله السامع لصلاتي، وانا هعمل كل اللي عليا، هثبت على موقفي وهنور ليلي بأغنية تعلن في الدقيقة. يلا شعب الرب، انا هعمل، انا موقفي ومكاني، وهنور ليلي بأغنية تعلن في الدقيقة. واللي مصدقش الليل كله راجع بجرجر في ذله، واللي مصدقش الليل كله راجع بجرجر في ذله، لو سمع وادلو يصير كاسو رياه، وانا هعمل كل اللي عليا، هثبت على موقفي ومكاني، وهدور فين الأغنية تعلن في الدقيقة إيماني، وانا هعمل كل فتحت جوه في قلبي عيون النور، ملا عيني جماله وبهاءه اللي كان مسدود، لما انفتحت جوه في قلبي عيون النور، ملا عيني جماله وبهاءه اللي كان مسدود، وسمعت قلبي لما انساني ما قالش كلام، وبعدها انفتحت في كل كياني ودان، المجد والغنى والعظمة حوالين كرسي، وتيجان عظمات
كل سنة بنعيشها معاك نتمتع بالخير. انت الراعي يا محلاك برعايتك يا قدير. كل سنة
بنعيشها معاك نتمتع بالخير. انت الراعي يا محلاك برعايتك يا قدير. كل سنة بنعيشها معاك نتمتع بالخير. انت الراعي يا محلاك برعايتك يا قدير. نتمتع بالخير برعايتك يا قدير. نتمتع الكل يسيبك في جروحك
فيها هو الباقي يلمسها ويطيب روحها. حلو سيدك وما فيه زيه، هو فرحك وسط حزانك، لما تمشي فرحة بضايق يبقى زمن الحب. يلا شعب الرب اسمع منكم. حلو صوتي
ميت حياة والخطايا بدمه يمحي ويرفع الأحزان بعزاء هو ده اللي يعدي يمشي ويدي للميت حياة والخطايا بدمه يمحي ويرفع الأحزان بعزاء صلاة النهاردة يا رب ساعدني باسم يسوع أقدر أكرمك أقدر أكرمك أقدر أخدمك بكل أمانة أقدر في كل ترنيمة وكل تسبيحة وكل خدمة وكل كلمة وكل حركة اللي يعلى واللي بان في المشهد هو أنت يا رب هو أنت يا رب. نفسي أرنم معكم ترنيمة يمكن مش كلنا عارفينها لكن ترنيمة أنا بحبها جدا بتقول حنانك يا رب الأكوان إليك رفعت صلاتي أنا إن أحيا فبالإيمان. هو ده اللي شرف معنى الحياة هو ده اللي يدي للحياة معنى وقيمة. حنانك يا رب أكوان إليك رفع صلاتي ألا إن أحيا فبالإيمان يشرف معنى حياتي. حنانك يا رب أكوان إليك رفعت صلاتي ألا إن أحيا
فبالإيمان يشرف معي حياتي. سمعت نداءك يا ربي يجلجل في أعماقي، صدى يتجاوب في قلبي مع النغم الخفاقي. فسرت بهديك في دربي وبضمأ المشتاق لمنهك الصافي العذب، أروي به أمنياتي. حنانك يا رب الأكوان إليك رفعت صلواتي. أنا إن أحيا فبالإيمان يشرف معنى حياتي. يروعني صخب البحر وصوت قصيف الرعود، فأنس منك مع الفكر بفيض الرضا والجود. فيا مبدع الكون من يدري سواك بسر الوجود. فكم فيك يا رب من سر وآيات مذهلات. حنانك يا رب الأكوان إليك رفعت صلاتي. أنا إن أحيا يشرف معنى حياتي. إلهي يا من أدعو فمالي سواك مجيب ندائي، وحين أنوء بأثقالي فلي برضاك عزائي. طرحت منايا وآمالي لديك وكل رجائي، فأنت ملاذي ومآلي إليك وفيك نجاتي. حنانك يا رب الأكوان إليك رفعت صلاتي. أنا يشرف معنى حياتي. حنانك يا رب الأكوان رفعت صلاتي. أنا إن أحيا فبالإيمان يشرف معنى حياتي. كلمات قوية جدا، كلمات قوية جدا. يلا نرنم مع بعض ترنيمة محفوظة كلنا عارفينها. جيت لك وأنا مديون، سددت لي ديوني. جيت لك وأنا أعمى فتحت لي ديوني. كم واحد النهاردة يقول له أنت حبيب قلبي؟ أنا بصلي دايما أقول له يا رب ساعدني لما أقول لك أنا بحبك ما بقاش كداب، لما أقول لك بحبك أكون بقولها من القلب يا رب. هو لما حبني مات علشاني. طيب أنا لما أحبه أعمل إيه؟ أعيش في مشيئته وعيش لي وأرضي. صلاة النهاردة إن أنا أرضي وحياتي تكون دايما في رضا. جيت لك وأنا مليون. وانا مديون سددت لي ديوني. جيت لك وانا اعمى فتحت لي
عيوني. شكرا يا غفرت لي ذنوبي، طهرت لي قلبي وسترت كل عيوبي. شكرا يا رب. غفرت كل ذنوبي، لي قلبي. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. قراءة من سفر أشعياء النبي فصل 58. أشعياء النبي فصل 58. نادي بصوت عالي لا تمسك، ارفع صوتك كبوق واخبر شعبي بتعديهم وبيت يعقوب بخطاياهم. إياي يطلبونني يوما فيوما ويصرون بمعرفة طرقي، كأمة عملت برا ولم تطرق قضاء إلهها. يسألونني عن أحكام البر، يصرون بالتقرب إلى الله. يقولون لماذا صمنا ولم تنظر، زللنا أنفسنا ولم تلاحظ. ها إنكم في يوم صومكم توجدون مسرة وبكل أشغالكم تسخرون، ها إنكم للخصومة والنزاع تصومون ولتضربوا بلكمة الشر، لستم تصومون كما اليوم لتسمع
صوتكم في العلاء. أمثل هذا يكون صوما أختاره؟ يوم يذلل الإنسان فيه نفسه، يحني كالأسلة رأسه، ويفترش المسح والرماد. هل تسمي هذا صوما ويوما مقبولا للرب؟ أليس هذا صوما أختاره؟ حل قيود الشر، فك عقد النير، وإطلاق المسحوقين أحرارا، وقطع كل نير. أليس أن تكسر للجائع خبزك، أن تدخل المساكين التائهين بيتك، إذا رأيت عريانا تكسوه، أن لا تتغاضى عن لحمك. حينئذ ينفجر مثل الصبح نورك، وتنبت صحتك سريعة، وتسير ويسير برك أمامك، ومجد الرب يجمع. حينئذ تدعو فيجيب الرب، تستغيث فيقول هنذا، إن نزعت من وسطك النير والإماء بالأصبع وكلام الاسم، وأطعمت لنفس الجائع، وأشبعت النفس الزليلة، يشرق في الظلمة نورك، ويكون ظلامك الدامس مثل الظهر، ويقودك الرب على الدوام، ويشبع في الجدوب نفسك، وينشط عظامك، فتصير كجنة ريام، وكنبع مياه لا تنقطع مياهه. ومنك تبنى الخرب القديمة، تقيم أساسات دور فدور، فيسمونك مرمم الثغرة. مجدا للثالوث القدوس إلهنا دائما أمين. من النصوص الجميلة اللي الواحد محتاج من حين لآخر يراجع حياته، خاصة وإحنا على أعتاب سنة، هنودع سنة ونستقبل سنة. والقراءة المقدسة أحبائي بتحطنا في حياتنا اليومية اللي بنعيشها، والعالم النهاردة خاصة العالم الشرقي بيعيش روحانية الصوم، والقراءة بيتخلنا نقيم أصواننا. هل فعلا صومنا هو الذي يريده الرب، أم صوم من صنع البشر؟ ودي في مشكلة، احنا بنستعد عشان نستقبل سنة جديدة. بأي شكل بنستعد؟ بنستعد عشان نستقبل سر التجسد، مع انه تجسد من 2000 سنة، لكن حدث التجسد ينبغي ان نحياه، مش في الاطار الطقسي كل سنة مرة، لكن كل يوم انا مدعو ان اختبر حقيقة التجسد في حياتي. ندي مقدم عن النص الكتابي اللي قرناه. الشعب عاش مزلة، وأشعياء عاش مع الشعب، هو من الأنبياء المعاصرين لشعب عاش السبي البابلي وتألم مع الشعب. نبي من الأنبياء تقاسم الألم مع شعبه، عاش خبرة السبي البابلي، وراح يكشف ليهم الأسباب التي دفعت هذا الشعب إلى السبي البابلي، راح يكشف ليهم أخطائهم، وبإعلان إلهي راح يندد إلى هذه الأخطاء، هي اللي عملت حواجز، هي اللي وصلتكم للسبي البابلي. ونلاقي كل رسالة الأنبياء فيها تحذير، فيها كشف لخطايا الشعب، فيها انذارات،
لكن كمان فيها بعد رجاء للإنسان. ومن هنا فصل 58 بيكشف لنا إن في رجاء الله حاطه للشعب. مهما إن كان مر الشعب بأزمة، الله لا يترك شعبه وسط الأزمة. استمر السبي البابلي 49 سنة، شعب تغرب عن أهله وموطنه، لكن في لحظة الله يكشف ليها عن أشعياء إن يقول لهم حتى المدن اللي هتتقرب أنتوا هترجعوها وتبنوها وترمموها، وعلشان كده هيسمونك مرمم الثغرات. النص الكتابة بيحمل لنا رسالة النهاردة، محتاجين نقيم أصواتنا ونقيم صلواتنا ونقيم عبادتنا ونقيم حياتنا. هل فعلا احنا ماشيين في نفس الطريق اللي عاوزه مننا ربنا ولا لا؟ لان ما اكتر اللي بيعيشوا مظهر التدين، ما اكتر الممثلين البارعين، وما اكتر الذين يلبسون اقنعة في حياتهم وقدام الكنيسة مؤمن وبره الكنيسة حاجة تانية. قدام الكنيسة في الصلوات والتأملات والأسرار شكله إنسان مؤمن مسيحي، ولكن حياة المسيح مش موجودة جواه، يبقى إيه قيمة الحياة؟ من هنا الله إدى الرسالة للأشعياء إن يقول لهم إن السبب اللي وصلكم للمسيرة اللي فيها ألم هو تمردكم وعصيانكم. وانتوا بتصوموا وبتصلوا كأمة عاوزة تعرف ربنا، كأمة بتحب قوانين الله، كأمة بتدور على الشريعة وتنفذها وتعيشها، لكن صومكم مش مقبول. شعب بيذلل نفسه زي جماعة من العبادات الوثنية، بيعيشوا أعمال اليوجا، يجرحوا نفسيهم ويعذبوا في حياتهم عشان يوصلوا لمرحلة اسمها مرحلة النرفانة أو الاختطاف الروحي. يجرح نفسه الإنسان ويعيش التذلل، التراب، المسوح، الرماد، وفي النهاية هو بيعبد تمثال من الحجر. أحبائي محتاجين احنا كمان، هل لما بنعيش وصية الكنيسة، الكنيسة بتقول لنا في صوم، بأي شكل أنا بعيش الصوم؟ وهل الصوم بتاعي مظهر امتناع عن مأكولات معينة؟ إيه قيمة الصوم إذا بحوش الفلوس وجاري وأخويا وقريبي فقير بيمد إيده ما بدهوش؟ يبقى أصوامنا ملهاش قيمة. إيه قيمة الصوم من غير ما يحدث جوانا تجدد ومصالحة ورجوع حقيقي لله؟ عشان كده الكنيسة في هذا الزمن، زمن نعمة وبركة، بتعيش مسيرة التوبة. كل الأنشطة، أفتكر يوم الأربع كان عندنا رب التوبة للسيدات الكبار في السن، حوالي 37 واحدة ست عملت توبة ومصالح واعتراف. هي بتعترف لأبونا؟ لا، أبونا ده خادم سر المصالحة. احنا بنعترف لله بأخطائنا. في شخص الخادم اللي ربنا اختاره وقال له ما حللته على الأرض يكون محلول في السماء، وما ربطته على الأرض يكون مربوط في السماء. ومجرد ما أبونا بيقول للإنسان امض بسلام وسلام الرب يكون معك، بيشعر إن كان في حمل ثقيل على أكتافه ورماه قدام أبونا وربنا ادال المسيح. عشان كده أحبائي ما فيش توبة ولا تجدد ولا مصالحة ولا تغيير إلا إذا حطينا المسيح في المقدمة، في مقدمة عبادتنا. إيه قيمة أصواتنا أحبائي؟ هل بنعيش الظاهر؟ طب ما الظاهر بيخدع،
ما أكثر الذين يلبسون أقنعة. شعب متدين قال عنه أشعيا النبي يطلب ربنا كل يوم. حلو، كلام كويس. طب بتطلب ربنا ليه؟ يصر بمعرفة طريق الله، حاجة كويسة. يتضع ويتذلل زي أمة بتعمل البر، لم يترك قضاء إله. المظهر حلو خالص، أن يكون لك اسم مسيحي كويس. إيه قيمة الاسم المسيحي وأنت لا تحيا للمسيح؟ أنت لك اسم قديس ولا تحيا للمسيح، أي قيمة الاسم؟ عشان كده الله يريد العبادة القلبية. يقول لنا أشعياء عم يسألوني كل يوم، بيفرح أنه يجربوا من الله. ده شيء جميل بس مش كفاية، لأن قال لنا الكتاب المقدس يا أحبائي صلاة الأشرار هي مكرها عند الرب. حتى الشعب بيسأل ما بالنا صمنا وانت ما طلتش، زللنا انفسنا وانت ما لاحظتش. الله يبعت الرسالة على فم أشعياء يقول له لا، مش هو الصوم ده اللي عاوزه ربنا، مش هي الصلوات ده اللي عاوزها ربنا. انت بتتساءل ان الله ما سمح شريك ليه؟ لان قلبك غير كامل امام الله، قلبك غير مستقيم امام الله. والله يدي رسالة لأشعياء يقول له كلم الشعب قل له الصوم اللي عاوزه ربنا ايه. اول حاجة صوم عن الشر، ان ما يعيشش الظلم تجاه الغريب، تجاه الفقير، تجاه الأرملة، تجاه اليتيم، يعيش بروح العدالة. يبقى إذا هتصوم وإنت إيدك مفتوحة على العطاء صومك صح. إذا إنت بتصوم وجواك محبة للآخرين صومك صح. يبقى معلمنا إشعياء بيقول لهم الصوم اللي عاوزه ربنا اللي فيه أعمال رحمة وفيه عيش العدالة، وإنك تعمل عملية تحرير لكل المقيدين والأسرى. صدقوني يا مناس مقيدة في فكرها وفي ذهنها وفي تصرفاتها وسلوكياتها. المسيح لا يأتي مرة جديدة لكي يحرر إلا بينا. المسيح يريد أن يشرك الكنيسة، مش أرمي كل حاجة على أبونا. أبونا مش يعمل كل حاجة، أنت مسؤول وأنت مسؤولة. عشان كده عمل الله أحبائي استخدم أشعياء في وسط السبيين مع المتألمين مع التعبانين، وقال لهم الله هيعمل حاجة كويس. إيه اللي هيعمله ربنا؟ هيسميك مرمم الثغرة. قعدت أطل في السقف عشان ألاقي الثغرة. عارفين يعني ايه الثغرة؟ فتحة صغيرة. لو أنا بيتي فيه فتحة صغيرة، الفتحة دي تدخل لي ايه؟ تعبان؟ عقربة؟ حشرات؟ أيوة. يعني الفتحة أو الثغرة اللي موجودة في بيتي سبب خطر لحياتي. يسمونك مرمم الثغرة. تعالوا نرمم الثغرات. ده احنا مش ثغرة واحدة، هقول لكم خمس ثغرات هتبقى موضوع تأملنا أحبائي، نحفظهم. الثغرات العظة بعنوان تعالوا نرمم الثغرات. قلنا لو واحد بيته مطقق الحيطان والحيطان متاكلة وفي خدوش وجروح وفي شرخ وفي فتحات، ممكن ينزل عليه مطر، ممكن يجيب له حشرات ضارة، ممكن يجيب له حشرات ممكن تقتله. يبقى أول حاجة بيحاول يرمم هذه الثغرة من أجل الأمان ومن أجل السلام. أول ثغرة في
في 5 ثغرات أقولهم لكم. أول ثغرة العبادة الظاهرية، دي فتحة مهمة قوي، ثغرة مشكلة كبيرة. والثغرة الثانية المحبة المفقودة، والثغرة الثالثة الصراعات الأخوية، والثغرة الرابعة التمركز حول الذات بروح الأنا، والثغرة الأخيرة فقدان الرحمة الإلهية. دول 5، احنا ممكن ندي 12 ثغرة في حياتنا، بس نكتفي بالخمسة دول. واحنا على رأس السنة ودعنا كم واحد مات، شاركنا في كم جنازة، شاركنا في كم قداس تذكار من أجل راحة الموتى، ما سألناش نفسينا ستأتي لحظات قد تكون آخر عظة ليا، ما عرفش، قد يكون آخر اجتماع ليا، لكن على الأقل الوقت مقبول واليوم خلاص. إن سمعتم إيه؟ لا تقصوا إيه؟ الله يريد مش بكرة، الآن يريد إيه؟ جميع الناس يعملوا إيه؟ يتوبوا. عشان كده الثغرات مهمة في حياتنا لازم نعالجها. أول ثغرة العبادة المظهرية. نرجع لكلمة الله في 2 ملوك 17 آية 15، شوفوا المظهر. ورفضوا فرائضه وعهده الذي قطعه مع آبائهم وشهادته التي شهد بها عليهم. ورفضوا ليه؟ وراحوا فين؟ وصاروا وراء الباطل. طالما مش وراء الباطل يحصل لهم ايه؟ وصاروا باطلا وراء الأمم الذين حولهم الذين أمرهم الرب أن لا يعملوا مثلهم. وداود يكتب في المزمور يقول إيه؟ يا رب يا بني البشر حتى متى يكون مجدي عارا؟ حتى متى تحبون الباطل وتبتغون الكذب؟ مزمور 4 آية 2. يعني في ناس بتمشي وراء الباطل وتمشي ويفتكروها شطارة، ولغة العصر النهاردة الغش والكذب والتدليس والنفاق تحت مسمى أنا بعيش مصلحة حياتي. نمسك التاجر بيغش في تجارته، تقول له مش ده غش وخطية؟ أبونا أعمل إيه؟ السوق عاوز كده، الحياة عاوزة كده، لازم أمشي مع الناس، أمشي مع السوق. العباء ويجي يخش يصلي، وأول ما أبونا يقول ارفعوا قلوبكم يفتح دي ويقول إيه؟ هي عندي عند الرب. لا لا مش عند الرب، احنا بنكذب. عارفين بنكذب ليه؟ لأن عبادتنا بدت تاخد مظهر. الآيات الجميلة اللي حكيتها لكم دي بتكشف لنا قد إيه ربنا بيتألم لأجل خطايانا. هو ما بيحبش الخطية، بيحبني وأنا في الخطية بيحبني، بس ما بيحبش الخطية. وتحت مسمى التدين إحنا نقف قدام ربنا وجوانا في آلهة تانية، وإلي النبي يقف يقول لهم إيه؟ لماذا تعرجون بين الفرقتين؟ إن كان الرب هو الله اعملوا إيه؟ اعبدوه، وإن كان الشيطان هو البعل اتبعوه. ما ينفعش تجمع بين الله والشيطان، ما ينفعش تجمع بين الله وحاجة تانية. يبقى العبادة المظهرية بتفقدنا جوهر وصدق الكلمة الإلهية. عارفين أشعياء كتب وقال إيه؟ هذا الشعب، بيتكلم أشعياء عن شعبه من 2700 سنة، هذا الشعب اقترب إلي بإيه؟ بفمه، أكرمني بشفتيه، لكن قلبه بعيدا مبتعدا عني، وصارت مخافتهم مني مش موجودة. ما بيخافونوش مني أنا، بيخافوا وصية الناس. أشعياء 29:13. أحبائي محتاجين نرمم الواقع بتاعنا.
التدين بتاعنا هل فعلا احنا مش عايزين نبقى متدينين، عاوزين نبقى مؤمنين حقيقيين. العبادة القلبية قالها يعقوب الرسول، افتقاد الأرامل والأيتام وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس. السامرية تسأل الرب، السجود فين؟ في جبل أورشليم ولا في جبل جرزيم في السامرة؟ قال لها لهن ولهن، الله روح والذين يسجدون له بإيه؟ بالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. يبقى أنا عبادتي، أنا بتردد على الكنيسة كتير، يمكن كتير من الناس بيترددوا على الكنيسة ولكن لا توجد في قلبهم الكنيسة. يمكن كتير من الناس بيترددوا على المسيح ولم يلمس المسيح قلبهم. يمكن كتير بنفتح الكتاب المقدس ولم تدخل بداخلنا الكلمة الإلهية. يبقى محتاجين نرمم هذه الصغرة. المسيح قالها كلمتين، يا ابني أعطني إيه؟ بس هي العبادة الحقيقية. ما هو لما أنا أدي القلب للمسيح والمسيح يمتلك القلب، كل حياتي هتلاقي قيمتها وكل حياتي هتلاقي هدفها الصحيح ومسارها الصحيح. عشان كده العبادة المظهرية بتعمل فينا، أولا تحرمنا من مجد الرب. هذا الشعب يكرمنا بشفتاي، هتحرم أنا من ربنا ما بشوفهوش. المؤمن وحده اللي يقول مع داود جعلت الرب أمامي فين؟ في كل حين. يبقى تحرمنا من مجد ربنا. العبادة المظهرية هتظهر ان انا قدام الله كذاب. ويقول الكتاب من هو الكذاب؟ هو ابليس وابو كل كذاب. العباده المظهريه تعطل فينا روح الالتزام والامانه، زي ما الرب ادانا مثل الشابين او الولدين اللي رابوهم قال لهم يا ابني اذهب اليوم واعمل فين؟ في كرمي. الأولاني قال له أنا مش رايح ولا هتبعك. التاني قال له يا سلام تحت أمرك يا أبوي أنا هروح، وما راحش. بيكذب، يكذب على أبوه. ما أكتر الذين يلبسون الكذب ثوبا في حياتهم، وعشان كده ما بنختبرش قيمة حياتنا الإيمانية. جت لطفلة صغيرة في حضانة صدقوني وبتقول لي ايه ابونا انا عاوز اشوف يسوع. مامتها بتقول لي الساعه 12 جاي ما بتعيط، تقول لها يا ماما انا عاوزه اشوف يسوع. الله على الجمال بتاع الاطفال، الله على البراءه، الله على الرغبه والاشتياق. طفله في حضانه بتبحث عن يسوع، وشبابنا النهارده بيبحث على الميديا والفيسبوك والنت والثقافات والمدنية اللي غيرت وضيعت آلاف من الشباب. ونقول مسمى العبادة، اتغيرت العبادة. يبقى أول ثغرة أحبائي العبادة الظهرية. حتى سفر الرؤيا أحد الملائكة مش عاتب الرب، عاتب وقال له إيه؟ لك اسم أنك حي وأنت لست حيا لكنك ميت في ذاتك. ليه؟ بيعيش المظهرية. يبقى المظهرية ما تدينيش الحياة الحقيقية. لا تدين الله ولا تدين يسوع ولا تدين الروح القدس ولا تدين النعمة ولا تدين إنسانية الحقيقية. ليه؟ لأن بعيش المظهرية. نخش في الثغرة الثانية ودي مشكلة، المحبة المفقودة. المحبة المفقودة دي مشكلة أحبائي. ليه تكلم أشعياء النبي عن الصوم اللي عاوزه ربنا؟ ما شايف قدامه ناس بيتخنقوا
بيضربوا بعض، بيتكلموا بيتعاملوا مع بعض بالإشارات، ناس ما فهمش محبة الله. الصوم اللي من صنع البشر نصوم كما يصوم الناس، لكن دخلت في روحانية، والنهاردة للأسف كتير من كنائسنا بتحارب بيها بعضيها. إخواتنا الأقباط، وهقولها في الميكروفون، إخواتنا الأقباط الأرثوذكس الكاثوليك مفرنجين ما بيصوموش، خلوا صوم الميلاد 15 يوم. إخواتنا الإنجيليين ما فيش صوم. إخواتنا الأرثوذكس السنة كلها صوم. الله مش هيحسبنا، مش هيحسب لنا، أنا عارف ده هيزعل الناس مني، الله مش هيحسب لي صمت كم يوم. إيه قيمة إنك تصوم السنة كلها وإنت مش قابل حد إلا نفسك؟ إيه قيمة صوامك وعباداتك وأنت لا تقبلني في الجسد الكنسي؟ أنا أخوك يا أخي. ده يسوع مرة جاوب التلاميذ قال له يا معلم رأينا واحد بيخرج الشياطين باسمك ومنعناه. قال لهم إيه الرب؟ لا تمنعوه، لأن من يجمع معي لا يفرق. ما تمنعهوش. قضية إيه؟ النهاردة أنا محتاج أدور على المحبة اللي ضاعت. ضاعت وسط الطوائف، ضاعت وسط البشر. عشان كده روحانية الصوم أشعياء يقول لهم لا، فقدت المحبة. وطالما فقدت المحبة يبقى مش ممكن يتجلى عمل الله، لكن لو عشنا المحبة سيتجلى فينا عمل الله. طبعا أشعياء لما بيتكلم عن الشعب الإسرائيلي بيكلم ويقول له أدي كنت بتعيش روح الشر، عشتوا زي الشر مع الفقير، مع الغريب، مع العامل الأجير، مع اليتيم، مع الأرملة. راح يندد أشعياء بخطايا الشعب عشان يقول لهم توبوا، عشان يقول لهم في حاجة اسمها إصلاح، عشان في حاجة اسمها تجدد. مش بس يوشيا لما خد مسؤولية التجديد، لما رجعوا من السبي البابلي، كل رسالة الأنبياء حملت رسالة التجديد. سليمان الحكيم يقولنا آية حلوة، أمثال 11:25، النفس السخية تسمن والمروي هو أيضا يروى، لكن فاقد الشيء لا يعطيه. إذا أنا أناني في ذاتي مش هديك ولا ساعدك، أحس بقيمة حياتي؟ لا. يوحنا الرسول يكتب لنا في 1 يوحنا 3:18، يا أولادي لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. عشان كده لو فقدنا المحبة فقدنا قيمة وجودنا، فقدنا قيمة حياتنا، فقدنا عبادتنا. بنسمع عن اللقاءات المسكونية والحوارات المسكونية من 70 سنة، حوارات مسكونية وصلوا ليه؟ نصلي من أجل وحدة الكنيسة وما زالت الكنيسة منقسمة. عارفين ليه منقسمة؟ المسيح هجر الكنيسة وصارت كنيسة بشر. محتاجين نراجع حياتنا أحبائي، محتاجين نراجع إيماننا. كيف نقف قدام ربنا ونرفع صلواتنا وقول قلبي عندك يا رب؟ لو فقدنا المحبة ضاعت قيمة حياتنا، يتفرغ القلب من الله. إيه قيمة القلب؟ مات، لأن ما يعطيني الحياة الله الحي فينا. الرسول بولس يقول إيه؟ لا أحيا أنا بل المسيح يحيا فيا. خلي بالكم المحبة المفقودة، أذكركم مين عاشها؟ إخوة يوسف، باعوا أسلموا حسدا لأن قلوبهم خلت من الحب. المحبة المفقودة خلت الكاهن بتاع ربنا والشماس بتاع المذبح يعدوا على السامر الصالح، ده مش تبعنا سيبوه، مش تبعنا اهملوه. يا ترى في جريح محتاج سامر النهارده؟ ومين السامري؟ ياك هينزل له المسيح
أنا وإنت وإنتي. لما نهتم بالمريض والفقير والتعبان واليتيم والأرملة، كل ده الله طلبنا، هو الإيمان الحي لما يكون في محبة حقيقية في حياتنا. المحبة المفقودة بتحول الإنسان إلى قاتل. معقول القتل يعني الإنسان اللي ما فيهوش المحبة ممكن يقتل؟ يقتل زي مين؟ حكموا على أخوهم بالقتل، بل الكرمة والكرمين حكموا على رب المجد بالقتل، بل شاول ابن قيس حكم على داود بالقتل، لأن المحبة مش موجودة. هو لما أخويا ينجح، لما أبونا ينجح وتجيله ترقية، أنا اتغاظ منه؟ ده قايين جمع على هابيل وقتله، قال له اتغاظت ليه؟ إن أحسنت أفل رفع، وإن لم تحسن عند الباب هناك خطية موجودة. خلي بالك يا قايين، اوعى تضيع المحبة من جواك. أحبائي، الواقع بتاعنا أقدر أقولها لكم، أكبر خطية بنعيشها وأنا بعيشها ككاهن، لو تعرضت الموقف مساندة أو مساعدة وقلت ما فيش، أحس بندامة وبكاء. ليه؟ لا، فيه. ما انكرش خيرات الله، ما انكرش عمل الله، ده من عطايا الله احنا بندي. ليه؟ لأن المحبة اللي بتدفعنا إلى هذا العطاء. اوعى تبخل على واحد يقف على بابك ويقول لك اديني. وكلمة أحب أقولها لإخواتنا اللي في المؤسسات الخيرية، خاصة جمعية القديس منصور، للأسف مرات بنتفلسف ونعمل دراسة حالة وبحث حالة وبحث ميداني، ويستحق أو لا يستحق، وعد علينا الأسبوع اللي جاي لما نشوف، وعد علينا الشهر اللي جاي، ولما ربنا يبعت بركة والمخازن تبقى مليانة والبيوت تبقى فيها والكنيسة فيها. وأقولها برضو لو أن الناس ممكن تزعل، زمان كانت المطرانية مفتوحة للنهار، كل المطرانيات كانت مفتوحة. النهاردة كل المطرانيات بك حواليها أسوار، ما حدش يقدر يدخل. الفقير ملوش مكان لا في المطرانية ولا في الكنيسة. وأبونا يقول له واحد عاوزك يا أبونا فقير، مشي سلكوا. ليه كده؟ فين الرحمة؟ المحبة المفقودة تخلينا نشرع الأبواب. افتحوا أبوابكم، قالها القديس يوحنا بولس الثاني، لا تخافوا، افتحوا أبوابكم للمسيح. الثغرة الثالثة الصراعات الأخوية. الصراعات الأخوية احنا بنعيش الواقع ده كتير في حياتنا وفي رعايانا وفي كنايسنا. قايين قتل أخوه، ونشوف حال العالم النهاردة، حروب، أخبار حروب، تدمير، تعذيب، ظلم، معاناة، قتل، تهجير، والإنسان بيعيش في صراع، بيعيش في غابة. والرب يقول لقايين، فين أخوك؟ أنا أحارس أخويا؟ قال له دم أخوك يصرخ من الأرض إلى أذني. خلي بالك أحب، خلي بالك، صورة القتل والغدر موجودة في كل زمان وفي كل مكان. النهاردة نبقى ماشيين ونلاقي واحد يقتل كاهن، يقتل شاب، يقتل فتاة، وفي النهاية مشكورين، ده مختل العقل. لا، مش مختل العقل، ده عنده قتل بالإرادة. تطلعوا مختل العقل ليه؟ صورة قايين ما زالت موجودة، ده قتل مباشر، خناقة بين عيلتين، واحد مات واحد مات، ده خناقة قتل مباشر. لكن الأخطر من كده ايه؟ القتل الغير المباشر. هو في قتل غير مباشر؟ لما أفقد كرامتك، لما أجرحك في غيابك، لما تحك عليك، لما تنمر عليك،
هذا قتل غير مباشر وأخطاؤه وأضراره أكتر من القتل المباشر. عشان كده نخلي بالنا داود النبي يصلي في المزمور يقول له ايه؟ دع يا رب حافظا لفمين وبابا حصينا لشفتي ولا تمل قلب لأناس فعلي الشر. مزمور 141 آية 3. وكمان قال لنا يشوع بن الصراخ فصل 22 آية 33 من يجعل حارسا لفمي وخاتما وثيقا على شفتي لألا أسقط بسببهما ويهلكني لساني. يا خبر، يعني دول كانوا مختبرين خطورة إنك تنجرف ورا الكلام، خطورة إنك تنجرف ورا النميمة ومسك السيرة والانتقاد والحكاوي والتجريح. عشان كده محتاجين أحبائي هذه الثغرة بنجح فيها كتير. زمان كنا بنلوم الستات على الحكاوي والرغي ومسك السيرة ونخلي الحبة تبقى جبة كبيرة. النهاردة الرجالة أكتر احترام من السيد، أكتر من السيدات في مسك السيرة والنميمة. تعال شوف أي جماعة قاعدين مع بعضيهم وجابوا سيرة فلان أو سيرة فلانة، كم واحد هيمتدح في فلان، كم واحد هيقول ربنا يباركه، ربنا يساعده، ربنا يكون معاه، ده صاحب أولاد صلوا له ربنا يسنده. ولا واحد كله فين؟ جاب له منين؟ ده أكيد سرق، أكيد ليجي لجية، أكيد ليجي كنز. يا عم أنت مالك لو ليجي ولا؟ يا عم خليك في نفسك. عشان كده الصراعات الأخوية ما تديناش السلام. ما قال الكتاب لا سلام للأشرار قال إلهي. الصراعات الأخوية ما تخليناش نعيش الرضا ولا الشكر. شوفوا المحاكم فيها كم أسرة مسيحية مقدمة شكاوي. أشكى أخويا، أخت تشكى أخوها، أب يشكى ابنه، ابن يشكى أبوه، ومليانة المحاكم بسبب فقدان المحبة. شوفوا المجالس الإكليريكية في الكنائس والمطرانيات قد إيه في خلل أسري بسبب فقدان المحبة. وللأسف أبناء هجروا والديهم لأن الأب ما كانش عادل. بنات خصموا أخواتهم لأن لما قسموا التركة ظلموا البنت. وعشان كده محتاجين نراجع أنفسنا أحبائي، هل كنا سبب في الصراعات والمشاكل؟ أي مشكلة في بيتك اسأل نفسك مين السبب فيها؟ ما تجيبش اللوم على الآخرين. انك انت تصمت ما تتكلمش انت مشترك في المشكلة. انك ما تقولش كلمة الحق انت مشترك في الخطأ. عشان كده احبائي في ناس اتخصموا مع بعض، اخوة واخوات، واحد الاخوة واحد الاخوات مات ولم يتصالحوا. طب نسأل لما تصالحوش على الارض هل لما هيقفوا قدام المسيح هيعمل لهم مصالحة؟ لا، كان في باب مفتوح وانت قفلته. عشان كده في العلاقات مش لازم نبني حواجز بيننا ما بين بعضنا. مدعوين ان احنا نعمل جسور من المحبة والمصالحة. مين اللي يعرف يعتذر؟ طالما كل واحد متعالي ووجهة نظر ان هو اللي صح مش هيعمل اعتذار. يا بخت الانسان اللي بياخد المبادرة ويقول له حقك علينا. كان في صراع تم في الكتاب المقدس في سفر التكوين، شوية غنامة أصحاب الغنم بتاعة إبراهيم والغنامين بتوع لوط اتخانقوا مع بعض. إبراهيم عمل إيه؟ قال له يا ابن أخويا، ما قالوش يا ابن أخويا، قال له يا أخي إحنا أخوات، لا تكن مخاصمة بيني وبينك ولا تكن صراعات بين رعاتي وبين رعاتك. اختار حبيبي اللي انت تختاره. لو خدت الشرق انا اختار الغرب، لو خدت الشمال انا اختار الجنوب. شوفوا قد ايه القلب المملوء بالايمان بيقدم غيره للخير. محتاجين نعيش ده. العلاقة احبائي ما تتبنيش بالحواجز.
اوعى تعيش الخصام. وادعوكم امام الله السنة الجديدة تصالحوا، ان تتصالح مع المسيح اول حاجة، حينما تتصالح مع نفسك، وحينما تتصالح مع اخيك، وحينما تتصالح مع جارك. اذا تعدي سنة واحنا نخصم بعض، هناخد ايه؟ هناخد من الدنيا اللي هيكون معانا؟ ده قال الكتاب اعمالهم تعمل ايه؟ تتبعهم. كتب القديس البابا بولس السادس في رسالة من الرسائل بتاعته بعنوان كنيسة المسيح، الرسالة دي كتبها سنة 1964، كتب بيقولين: جميع الناس يعرفون أن الكنيسة، وهي نحن، إحنا الكنيسة أعضاءها. إيه عم نعمل إيه في العالم؟ غائصون في العالم وفي البشرية، زي ما المسيح شبهها ملح وخميرة ونور. دورنا إيه؟ إحنا بناخد من العالم اللي بيفكروا في التكريس، إحنا بناخد من العالم اللي بيفكر في الرهبنة، إحنا بناخد من العالم اللي بيفكر في الكهنوت، لكن كمان قالنا منها بتغرف الكنيسة كنوز من المعرفة والثقافة القيمة والثمينة. ده كمان بتعيش التقلبات والألمات والأزمات. رغم كده قلنا قداسة البابا الكنيسة مدعوة كأشخاص. إيه الدعوة اللي مطلوبة مننا؟ مساعدة جميع الناس على عيش السعادة. أنت فرحان عندك قرشين، أخوك ما عندوش، تقدر تاخد من جيبك وتدي أخوك؟ أنت فرحان عشان ورثتي وجارتك غلبانة بتعيش كل يوم خبزنا كفافنا، تقدر تاخده وتديها؟ هو ده السعادة جميع الناس علشان يعيشوا السعادة. وقال لنا البابا هذا لن يتحقق إلا بالمسيح الحاضر فينا. إحنا بنعكس حضور المسيح. الثغرة الرابعة إيه هي؟ التمركز حول الذات. علم النفس بيقول لنا الأنانية مرض يقتل. الإنسان الأناني إنسان لا يرى إلا ذاته، وطالما لا يرى إلا ذاته هو أعمى في حقيقة ذاته. من أكبر الخطايا اللي بتقتلنا وتقتل القريب اللي معانا إن أنا عايش لنفسي ما عايشش للناس. المسيح لما جه ساب السماء، ساب المجد، ساب كل شيء، وقال لنا في فيليبي: إذ هو في صورة الله لم يحسب نفسه اختلاسا أن يكون معادا، لكنه أخلى إيه؟ ذاته، آخذا صورة العبد، عاش إنسانيتنا. عشان كده بنقول في التسبحة: هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له. إيه الجمال اللي عمله معنا المسيح؟ ساب كل شيء عشان سعادته أن نكون نحن سعداء. إذن التمركز حول الذات يخلي الإنسان ميت، يخرجنا من السماء. اوعى تفتكر هتخش السماء لوحدك. العالم بتاعنا محتاج للانفتاح، الكنيسة محتاجة أن تعيش الانفتاح، أن تخرج للعالم بالقيم، أن تخرج للعالم بروح الإنجيل. الغني الغبي اللي لقبوا الإنجيل قال: أهدم مخازني أوسع أبني أوسع منها وأقول إيه؟ يا نفسي كلي وتمتع لك خيرات كثيرة. سمع صوت رب بيقول له إيه؟ يا جاهل أو يا غبي، في هذه الليلة تطلب نفسك منك الذي أعددت لمن يكون. ده خطورة التمركز حول الذات. أنت بتمركز نفسك، بتكفل على نفسك، فيك قدامك فرص تعيش المحبة، قدامك فرص تتواصل مع غيرك. ما يقتل فينا أعمال الرحمة هو الأنا. في مقولة حفظناها من زمان: لا يستحق أن يولد من عاش لنفسه. طبيعي أنا مش لوحدي، أنا عايش بيكم. ما يكبرني أنتو، ما يمجدني أنتو، وما يكبرك أنا وأخوك وجارك. ليه؟ ما قال الكتاب: مقدمين بعضكم بعضا فين؟
في الكرامة. اللي ما عندوش فضيلة الحب إنسان منغلق، اللي مش عارف يعمل الرحمة إنسان أناني، والأناني جشع وطماع. عشان كده التعايش الإنساني أحبائي بيخلينا نكتشف أنماط كثيرة من الناس، أنماط كثيرة من البشر. أنت مش مهم تطل للناس بيتعاملوا معك إزاي، أنت تتعامل معهم إزاي. هل حياتنا قيمتها إن احنا نكتنز لنفوسنا، ولا لما ننفتح على خدمة الآخرين؟ بنشكر ربنا إن كنايسنا فيها انفتاح، في تأثير، في خدمات، في تضحيات، في برامج، في برامج لخدمة الإنسان، كل إنسان وأي إنسان، عشان تقول لنا إن المحبة هي الأقوى. التمركز حول الذات يولد جوانا صراعات ومنازعات ومخاصمات، وبنشوف ده في المواريث، في تقسيم التركة، في الأنانية القاتلة. أراد الله أن يؤله آدم، يديله كرامة، يديله إنسانية. آدم اغتصب هذه الكرامة بعيدا عن الله. سببها إيه؟ صراع ومحبة الذات. عشان كده اتحكم عليه بالموت. اوعى يكون الحكم النهائي موتا تموت. الثغرة الأخيرة أحبائي فقدان الرحمة. القديس فرنسيس الأسيزي في تعليمه بيقول لنا جملة حلوة، إن كل شيء يعود إلى الحب. روحانية بيعيشها وسمع صوت ربنا بيقول له رمم. رمم إيه؟ كنيستي. هي الكنيسة محتاجة ترميم؟ ما يقصدش الكنيسة المبنى، الكنيسة شعب الله، الكنيسة أنا وإنت وإنت. نحتاج إلى ترميم داخلي، نحتاج إلى ترميم الضمير، نحتاج إلى ترميم الإرادة، نحتاج إلى ترميم في عيش الإيمان، في حياتنا والتزامنا في الشارع والمجتمع، إن نظهر المسيح الحاضر فينا. فرانسيس أخذ الإحساس دوا وخد الدعوة دي وراح يعيش قديس في الكنيسة، بحياته أثر وبحياته علم، مش بكلماته. عشان كده اللي بيدينا الحياة هو القلب. لو الإنسان قلبه توقف مات القلب. واللي بيدينا قيمتنا هو الحب. لو مات الحب من جوانا يموت كل شيء. الشاب الغني رفض التبعية، راح يسأل المسيح أيها المعلم الصالح أعمل إيه؟ قال له الوصية، الكتاب بيقول كذا وكذا. قال له بس كل ده حفظته. قال له برافو عليك، في الكتاب ثلاث كلمات جمل قوي، نظر إليه وإيه وأحبه. طيب ده كفاية، كفاية ثلاث كلمات يساعدوك إنك تتبع المسيح، وهتقول له معك يا رب ولا أريد شيئا. لكن لما قال له طيب إذا أردت أن تكون كاملا بيع ووزع ودي وتعالى، لا 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 لا، أنت دخلت في سكة صعبة يا معلم. مضى حزينا. ليه؟ المال مش خطية يا جماعة. ربنا لما أعطينا مال مش خطية، نشكر ربنا. بس ما بين إيدينا مش لسعادة أبونا إبراهيم بس، لا، لسعادة كل إنسان يضعه الله في طريقي. الغنى نعمة من ربنا، بس إزاي بتستخدم هذا الغنى؟ عشان كده فقدان الرحمة الإلهية ثغرة كثيرة محتاجة لمراجعة أحبائي. القلب القاسي لا يعرف الرحمة. والرب قاعد يديله مثل السامر الصالح، وفي الآخر بيقول له وين؟ من يكون قريب هذا الرجل؟ هذا الرجل قال له أظن الذي صنع معه الرحمة. قال له اذهب أنت وافعل هكذا. يبقى فقدان الرحمة الإلهية بيرجعنا لحياتنا. يا ترى في السنة اللي عدت دي عملت كام فعل رحمة؟ عملت كام فعل محبة؟ اديت حد بحب؟ قدمت مساعدة بحب ولا لا؟ اوعى تغلق بابك، اوعى تغلق قلبك. يسوع طرف الفقير، روح المستشفى وشوف الناس حالها ايه، روح معهد الأورام وشوف الناس حالها ايه،
روح مستشفى الأمراض السرطانية وشوف الأنين والبكاء والصراعات والفقر المدقع عامل إيه بالناس. وإنت هتقول لي وأنا مالي؟ لا لا، الصراعات لا، الرحمة محتاجة حب. نشكر ربنا لأن فعلا مؤسساتنا الإنسانية والخدمية بتخدم كل إنسان عشان تعلمنا أن نكون رحماء، والرب قالها لنا كونوا رحماء كما أن أباكم السماوي هو رحوم. إذا عبادتنا ما بتتأسسش على الأعمدة الروحية دي يبقى مظهرية شكلية عقيمة بلا ثمر جوفاء، وينطبق علينا هذا الشعب يكرمني بشفتيه. الختمة نصلي إلى الروح القدس أحبائي، نقول له أيها الروح القدس يا من أرسلت لنا يسوع المسيح من خلال جواب الإنسان بواسطة مريم العذراء التي قدمت حبك كامل للثالوث الأقدس، ساعدنا يا رب لكي ننفتح على الآخرين. هذا الوقت مقبول أحبائي لنرمم الثغرات التي توجد في حياتنا. افتح عينينا يا رب على أنفسنا للإصلاح وللتجدد وللتغيير. لا تفتح عين على الآخرين بروح الانتقاد ولا روح المذمة ولا روح الشر، لكن بروح المحبة الأخوية نبني معا كنيسة المسيح بشفاعة أمنا العذراء وكل القديسين. كل سنة وانتم طيبين. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أمين. نفسي نصلي الكلمات اللي جاية دي مع بعض وإحنا بنقول له أنت الطريق والحق والحياة، كنت تايه وأنت بتدور عليا، كنت تايه كنت غرقان في الخطية. صليها معايا وإحنا بنصلي الكلمات دي ونقول له شكرا لأنك بتدور علينا من خلال الكلمة، من خلال الوعظة، من خلال أمور كتير بتعملها معانا يا رب. كنت تايه وانت بتدور عليا، كنت تايه كنت غرقان في الخطية، كنت تايه بس ما شعديك، جيت لعندي شلت الهموم، كنت وحدي وبقيت معايا كل يوم، شلت عني كل ديني، أصبح علي يا حبيبي أنت وحدك النجاة، يا حبيبي
اللي فيك كل الشفاء يا حبيبي، انت وحدك النجاة يا حبيبي، يلي فيك كل الشفاء يا حبيبي يا حبيبي، انت الطريق انت الطريق انت الطريق والحق والحياة والحق والحياة. في صليبك اتوجد حل المشاكل، في صليبك يا جمال قلبي وشكلي، في صليبك الخلاص ليكتمل، سندت ايدك هي نور قلبي ورصيده، قوة ايدك ملجأه من اللي يصيده، قوة ايدك من الضعيف تعني البطل يا حبيبي، انت وحدك النجاة يا حبيبي، يلي فيك كل الشفاء يا حبيبي يا حبيبي، انت الطريق انت الطريق انت الطريق والحق والحياة والحق والحياة والحق والحياة. والحق والحياة الطريق والحق والحياة. تعال نقول مع بعض الكلمات اللي جاية دي كلنا. قلبه حنين، حبه يبين إن صليبه ده كان تكفير. ده دي معروفة، خلينا كلنا نرنم بكل قوة مع بعض. حبه يبين ان صليبه ده كان تكفير، عن خطايانا مات وفدانا بنعمة غنية وحب كتير. يلا قولوا معانا. قلبه حنين حبه يبين ان صليبه ده كان تكفير، عن خطايانا سر حياتنا ده هو يسوع، بنرنمها بصوت مسموع. سر حياتنا ده هو يسوع، بنرنمها بصوت مسموع. هو الكلمة هو الله هو
الهم بصوت مسموع. سر حياتنا هو يسوع، بنرنمها هو الكلمة، هو الكلمة هو الله، هو بروحه طالب حياة، هو الكلمة هو الله، هو بروحه طالب حياة. نادى علينا، نادى علينا وبهجنا بينا، وفرسة وشر وفلك نجاة، صرنا سفينة يهدي أمينة وينعاد معانا. نادى علينا وبهجنا بينا، ومرسى وشط وفلك نجاة، صرنا سفينة يد أمينة، تعالى الموجة وينعاد معانا. سر حياتنا ده هو يسوع، بنرنمها بصوت اللي جاية بتقول كده، ما تخافش يا قطيع يا صغير، إلهك قادر بغير ويطمن قلبك في الليل. لا تخف أيها القطيع الصغير، لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. متخافشي يا قطع يا صغير، ده إلهك قادر بيغير ويطمن قلبك في الليل. لو رجلك فوق الأشواك اطمن، ده الرب معاك وهيملأ قلبك تهلي. ما تخافش يا قطع يا صغير، ده إلهك قادر بيغير ويطمن قلبك في الليل. لو رجلي فوق الأسواق اطمن، ده الرب معاك وهيملأ قلبك تهليل. إلهي حي، إلهي قادر، إلهي جنبي، إلهي حاضر، إلهي حي، إلهي قادر، إلهي جنبي، إلهي حاضر.
حاضر إلهي حي إلهي قادر إلهي جنبي إلهي حاضر ما تخافش لو طول ليلة عالمية هيمشي ويجيلك ويمشي عالمية يا رب. يبارككم الثالوث القدوس الله الآب والابن والروح القدس. امضوا بسلام وسلام الرب يكون معكم. الله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب علشاني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر.